السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ربيع من إلكترو بروجي. إذا أحبتي في الله، فأولا يعني أنا مستاء جدا جدا من درس المحولات أو الترانسفورمر، آخر درس يعني لم تهتموا به بتاتا، فبذلت مجهود يعني أسبوع وإلى آخره وبدون أي اهتمام، لكن لا بأس. فعلى أي حال قمت بتحضير هذه المركبات من جديد كما تشاهدون، بهدف يعني دارة انفيرتر أو تحويل الجهد من 12 فولت إلى 220 فولت باستخدام هذه الدارات، هذه الموسفيت أو ترانزستورات القدرة مع دارة التقطيع ومع هذه المحولات الترانسفورمر، يعني كنظام سويتش مود باور سبلاي أو هذا الأنواع. سننجزه كذلك على بطاقة بي سي بي، وسنعيده من جديد مع بعض إن شاء الله وبإذنه إنشاء طباعة الدارات أو إنشاء الدارات وتصميم الدارات الإلكترونية. سنرى على برنامج بروتوز إيزيس بروتوز إن شاء الله بإذن الدارة، ثم نقوم بطباعتها على هذه البي سي بي باستخدام ورق الترانسفير والميكوات. وها نحن ذا، يعني أتمنى أن ينال هذه المرة الفيديو إعجابكم ويلقى اهتمام يعني.